أزمة روسيا وأوكرانيا بالظبط عاملة زي الحرب الأمريكية الغربية اللي تم شنها ضد دولة العراق الشقيق، لما استخدموا وسائل الإعلام الغربية في المقدمة وبدأوا يشوهوا أساسا المعلومات والحقائق إلى درجة أنهم مهدوا الرأي العام الدولي لضربات وتدمير دولة العراق عن بكرة أبيها. نفس المسألة دي بيمارسوها أساسا منذ فترة في مواجهة روسيا وفي مواجهة حرب روسيا وأوكرانيا، إلى درجة أن تم إخفاء الكثير من الحقائق غير العادية والصادمة جدا للرأي العام الغربي والدولي. ولذلك بدأت الكثير من التقارير الإعلامية تنشر وتكشف الحقائق بشكل متتابع، لكن الإشكالية هنا أن مثل هذه التقارير مع الأسف لا يتوقف عندها الإعلام الغربي لهدف نفسه يعقوب، لكن قناة مصر دوما تتوقف عندها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم أحمد عبد الهادي من قناة مصر. هي حرب إعلامية في المقام الأول، هكذا تحدثنا في بداية أزمة روسيا وأوكرانيا، خاصة في أعقاب آلاف التقارير اللي نشرت حوالين نتائج هذه الحرب، اللي كانت كل وسائل الإعلام الغربية بتقول في الأسابيع الأولى منها إن أوكرانيا محققة انتصارات غير عادية، ثم بدأوا يشحنوا إعلاميا أيضا في مرحلة تالية وهم بيقولوا إيه، بصم اللي فاتكم واللي جايكم تاني، لأن في ترتيبات على أخطر وأفضل ما يكون من خلال هجوم أوكراني مضاد هيبدأ، وإحنا كدول غربية هندعم بليوبارد وهندعم بإبرامز وهندعم بصواريخ اللي بتاع منصات الصواريخ باتاريوت وهندعم وهندعم. النتيجة أخذوا على أفاهم، إلى درجة إن انطلقت تحذيرات من قلب فرنسا منذ ساعات قليلة أيضا بعد التقارير اللي احنا طبعا كنا تابعناها وكشفنا الستارة عنها اللي انطلقت من امريكا ودولا اخرى. انطلقت التحذيرات من قلب فرنسا بتقول بالحرف الواحد اللي بيعمله رئيس اوكرانيا فلاديمير زيلينسكي ده اسمه هبل، لانه هو بدأ في اطار اشعال حرب عالمية في مواجهة الجميع، لانه هو فشل في حربه وهجومه المضاد وفشل في ان هو يحقق انتصارات على فلاديمير بوتين رئيس روسيا. النتيجة بيخبط تخبيط غير عادي الى درجة ان هو بدأ يعتدي على الاراضي الروسية، وكان فلاديمير بوتين قال بالحرف الواحد لو لم تحقق روسيا انتصارات ساحقة على اوكرانيا وعلى دول الناتو في الحالة دي انتظروا الحرب النووية الكبرى. منذ ساعات قليلة عمدة موسكو سيرجي سوبيانين قال بالحرف الواحد ان في طيارات مسيرة اوكرانية هجمت ليلا موسكو العاصمة الروسية، وقد تضررت واجهات برجين مكتبيين في المدينة بشكل طفيف ولم تقع اصابات او ضحايا. وزارة الدفاع الروسية اصدرت بيان اوضحت فيه ان النظام الاوكراني حاول ان هو ينفذ هجوم ارهابي على اهداف العاصمة بثلاث طائرات مسيرة، وتم إسقاط طائرة مسيرة باستخدام أنظمة دفاع جوي وتحييد طيارتين بأنظمة الحرب الإلكترونية. يعني النظام الأوكراني بدأ يوجه ضربات للعاصمة الروسية موسكو. ليه؟ طب ما أنت عندك الحرب أهي، طب ما تشوف القوات الروسية اللي موجودة عندك وفوق الأراضي بتاعتك. لا 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 لا، كون ان هو بدأ يلجأ لضربات متخبطة بهذه الشكلة، مرة يضرب شبه جزيرة القرم بالطيارات المسيرة، ويضرب العاصمة الروسية موسكو، ويضرب أراضي موجودة في قلب روسيا. عارفين حضراتكم معناه ايه على المستوى الاستراتيجي العسكري؟ معناه ان هو بدأ يتخبط فعلا، فشل في تحقيق ثمة انتصار في مواجهة روسيا، فبدأ يحاول يوصل رسائل للجانب الآخر من العالم اللي هم دول الناتو أنا موجود، زي الجماعة بتوع اللي هم عناصر جماعة الإخوان، عناصر التنظيم الدولي لجماعة الإخوان بعد ما فشل إن هم يعملوا أي حاجة في مواجهة الدولة المصرية، لأن هم مدعومين من التنظيم الدولي ومدعومين من بريطانيا ومدعومين من دول أخرى، فبيحاولوا يوصلوا رسائل إحنا موجودين. يعملوا إيه؟ يروحوا متوكلين على الله عاملين مؤتمر صحفي، إحنا قررنا نشكل المعارضة المصرية في الخارج وإحنا هنقود الثورات والمواجهات ضد مصر، ويا شعب مصر خلاص إحنا قررنا إن الشعب المصري يطلع في ثورة بعد 3 شهور ونص،
وخلال الثلاث شهور ونص يبدأوا ياخدوا الفلوس والمعلوم من الدول الغربية اللي بتدفع لهم، ويجي الموعد المحدد النتيجة صفر، ما يقدروش يعملوا حاجة لأن هم بلا قيمة، لأن هم خلاص فقدوا دورهم، لكن مستمرين بيخبطوا يمين وشمال. ليه؟ فشلين، فشلوا ان هم يعملوا حاجة، لكن هم حريصين على المعلوم، على الدولارات اللي بياخدوها. نفس المسألة دي أساسا فلاديمير زيلينسكي بيعمل كده، بيخبط ذات اليمين وذات اليسار ويعتدي على الأراضي الروسية. النتيجة ان السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق فلوريان فليبو قال بالحرف الواحد ان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عاوز يشعل حرب عالمية تالتة بهجمات على الأراضي الروسية. طب انت عندك القوات الروسية موجودة فوق الأراضي بتاعتك، ما تحارب. هو انت مش كنت بتقول ركك بس يا عم الحاج أبدأ الهجوم المضاد؟ فين هجومك المضاد؟ فين القوة بتاعتك؟ فين المخططات؟ فين الوعود اللي انت طرحتها قدام دول الناتو بعدا ونقدا وقلت ركك بس ان كنتوا تدوني الدعم وفي ذات الوقت تاخدوني عضو عندكم؟ طبعا بعد ما بدأ ينفذ فشل ذريع. بيقول ايضا السياسي الفرنسي ده ألم يعد زيلينسكي الدول الغربية اللي كانت بتزوده بالعديد من الأسلحة منذ شهور طويلة ألا يستخدمها أبدا لضرب الأراضي الروسية وهيدافع بيها عن نفسه وهينجح في مقاومة القوات الروسية الموجودة على أرضه وهيحقق عليها انتصار؟ هو مش وعدنا؟ طب دلوقتي بيستخدم الأسلحة طويلة المدى في مواجهة روسيا فوق الأراضي الروسية ليه؟ ده احنا وقعتنا طين. الراجل بيحذر فرنسا وبيحذر الدول الغربية وبيحذر كل حلف شمال الأطلسي بلا استثناء. يا اخوانا انتوا دعمتوا الراجل ده بالأسلحة طويلة المدى، وهو وعد ان هو ما يستخدمهاش في مواجهة روسيا الا من اجل الدفاع عن اراضيه. طيب هو بيهاجم روسيا ليه؟ بيهاجم الاراضي الروسية الجوانية ليه؟ هو طبعا فشل في ذلك لان روسيا تصدت لكل ذلك. فالفرنسي السياسي الفرنسي بيدق اجراس الخطر، قال خلي بالكم انتوا وعدكم كلكم سودة اساسا. روسيا قبل كده قالت اذا تعرضت اراضيها لاي اعتداء فسوف ترد بقوة، وما يفعله فلاديمير زيلينسكي رئيس اوكرانيا بمثابة بداية لحرب عالمية ثالثة، ومن الواضح انه يريد اشعال هذه الحرب من اجل تحقيق طموحاته الشخصية. ليه؟ كلما ولع الدنيا اكتر معنى ذلك ان دول الناتو هتتدخل في الحالة دي، هتداري على خيبته التقيلة. هو عاوز يولع حرب عالمية بحيث ان هو يوصل لهدفه اللي هو ايه؟ سعادتك عاوز عضوية الناتو، عاوز عضوية الاتحاد الاوروبي. فشل في كل ذلك لان هم وعدوه بذلك في حالة تحقيق الانتصارات، الا انه فشل في ان هم ان هو يحقق لهم النتائج المرجوة. النتيجة بدأ يولع الدنيا وبدأ يدك في قلب روسيا وفوق الأراضي الروسية. برلماني فرنسي، تحرك زيلينسكي الأخير يشعل فتيل حرب عالمية ثالثة. طبعا عاوز أقول لحضراتكم أني مثل هذا التقرير ومئات التقارير الأخرى اللي بتشغي وبتمتلئ بيها وسائل الإعلام الغربية، لكن في نوع من التكتيم المقصود عليها عشان ما تبقاش رأي عام دولي ضاغط على قيادات الغرب. لكن في كل الأحوال حتى لو انت غمضت عينيك فالشمس موجودة، يعني تغميضك لعينيك مش هيخفي الشمس. كون انك انت بتحاول تتكتم على هذه الحقائق الا ان روسيا محققة انتصارات غير عادية واصبحت على رأي الفنان محمد هنيدي في فيلم رمضان مبروك ابو العالمين حمودة، اصبحت الخيبة بالويبة. اراكم على خير.